طيب المؤتمر الصحفي قلت لحضراتكم كان فيه تفاصيل وكلام كتير جدا، تعالوا نسمع كولر والشناوي قالوا ايه، لان عندي تعليق مهم جدا على التصريحات بناء على الاسئله اللي توجهت للمدير الفني للاهلي وكابتن وحارس مرمى النادي الاهلي. Ja, also ich möchte mal sagen, dass wir das erste Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Das heißt, sie haben zwar ein Tor geschossen, aber wir sind immer noch in Führung. انا عايز اقول في البدايه ان احنا الماتش الاولاني احنا فزنا، وانا باكد تاني احنا اللي فزنا 2-1، احنا الفايزين وبالتالي احنا اللي عندنا الافضليه. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا اللي كسبانين، ما زلنا احنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60.000-70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. واحنا لعبتنا عن لعبت قدام 60,000 واكثر من 60,000، ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير، وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف اللي زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات، انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره. ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولاعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس، ده بالنسبه لنا اجواء جميله. ده بيحصل في اي فريق في العالم، ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه، عنده لعيبه بتعمل اخطاء. انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه، ممكن اقول لك برضو كده، لكن مش هنخش في الحتت دي. احنا ده جزء من كره القدم، ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع، ان اللعيب يبقى عمل خطا وعادي وارد، ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس. اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي، وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها. هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير، فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس، هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده. كره قدم كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر، بيبقى في غيابات، بيبقى في اخطاء، والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي، وانا عندي من خبراتنا اقدر اتعامل مع مواقف زي دي. Ich habe noch was. Bei uns hat vielleicht, oder er hat jetzt gesagt, ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Bei unserem Gegner haben zwei Spieler einen Fehler gemacht, sonst gibt es ja keine Tore. أضيف بس كمان حاجة، حاجة بتتكلم على إن لاعب عندنا عمل خطأ، الوداد عنده اثنين عملوا أخطاء بدليل إن إحنا جبنا جونين، فده وارد في كرة القدم. أول شيء بس أنا هذكر موقف واحد فقط من المباراة، أعتقد إن حضرتك داري بكرة القدم كويس وتعرف كرة القدم كويس. لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اثنين من منافس رايحين جوه مباشرة من نص الملعب، وهو آخر واحد في الملعب ويمسك الكرة بإيده بشكل متعمد، أعتقد حضرتك تعرف قواعد كرة القدم كويس زيي إن دي كارت أحمر مباشر. اللي ضايقني إن كان في حكم وفي أربعة بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الأحمر، فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبة للموضوع حضرتك بتقول إن إحنا قدمنا اعتراض، لا إحنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقية السؤال كان لم يكن بالنسبة لي، لأن إحنا ما قدمناش اعتراض أصلاً على الحكم المباراة. هو في البداية طبعاً لما يعني أنت كنت متقدم ومسيطر على المباراة ويدخل في الجون في دقيقة 86، ده بيعمل بعض الاحباط والزعل، وده طبيعي. قعد فتره بس كده بعد المباراه لغايه اما انا على طول كان ليا رد فعل في اوضه اللبس بعد المباراه مباشره. دخلت اوضه اللبس، اتكلمت مع اللعيبه بشكل قوي جدا، وكان عندنا اسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين، قدرنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبه وجلسات، واتكلمت مع اللعيبه كتير. لا اقدر اضمنه لحضرتك ان اللعيبه ان شاء الله بكره مستعديه 100% ان شاء الله، جاهزين لمباراه الغد، وهيقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، انا متاكد من ده. بأكد مرة تانية إن إحنا الحمد لله الماتش الأولاني إحنا اللي كسبانين، إحنا اللي فايزين، والمنافس هو اللي عنده الضغوط، هو اللي محتاج إن هو يعمل أكتر، وإحنا إن شاء الله هنكون على الموعد بكرة، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية وإن إحنا نرجع بالكاس بإذن الله إن شاء الله. طبعًا إحنا
عارفين المباراة مباراة قوية ومباراة صعبة جدا. احنا كان عندنا ماتشين، الماتش الاولاني خلص في مصر خلاص احنا نسينا المباراة الاولانية، ودلوقتي بنفكر في المباراة التانية، وان شاء الله زي ما الكوتش قال احنا حضرنا بشكل كويس جدا للمباراة، وان شاء الله يبقى التوفيق معنا بكرة ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله للقاهرة. اكيد طبعا المباراة الاولانية طبعا مصطفى طبعا ادى مباراة قوية جدا، واي حد بيبقى في النادي الاهلي بيلعب في النادي الاهلي بيبقى قد المسؤوليه، انا او علي او مصطفى طبعا، يعني هو ابن كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير طبعا، اللي احنا نتعلم منه ونتعلم منه كل حاجه في الادب والاحترام واللعب طبعا. وشي مصطفى شوبير بالنسبه لنا يعني هو اخونا الصغير، وهو كان يعني قبل الماتش اتكلمنا معاه انا وعلي اتكلمنا معاه، وطبعا هو عمل ماتش كبير، وان شاء الله ده يعني اقل حاجه يعملها واللي جاي افضل ليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بنفكر في ماتش بكره، ما نفكرش في الماتش اللي فات، احنا خلاص الماتش ده كان ماضي، احنا دلوقتي بنفكر في بكره. اللعيبه كلها يعني بقى لنا فتره كبيره الحمد لله بنلعب، لعبنا كتير في المغرب ولعبنا لسه لاعبين من شهرين هنا في المغرب برضو. بالنسبه لنا اللعيبه كلها اتحطت في الموقف ده، وهي عارفه يعني ايه اللعب في المغرب وسط الجمهور الجميل اللي احنا بنلعب فيه، بنكون مستمتعين اللي احنا بنلعب في الجمهور بين الوداد بين الرجاء بين اي حد، احنا بنكون مستمتعين حتى في ارضنا برضو بنلعب في وسط جمهورنا بنكون مستمتعين. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نطلع نعمل مباراه قويه، مباراه تبقى مستمتعه للجماهير، وتبقى زي الكوتش ما قال تبقى مباراه مميزه للكوره، دي اهم حاجه. اللعيبه مستعدين بشكل كويس، وهم عارفين يعني اهميه المباراه، واحنا بالنسبه لنا عارفين قيمه المباراه، احنا بنلعب نهائي افريقيا طبعا، الماتش او ماتشين ده بالنسبه لنا احنا بقالنا فتره كبيره بنلعب ماتشين بس، هي نسختين بس اللي لعبنا مباراه واحده. طبعا بالنسبه لنا اللعيبه فاهمه الكلام ده، واحنا بنتكلم معاهم وعارفين قيمة المباراة، واحنا خلاص خلصنا الشوط الاولاني، وان شاء الله بكره ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. مش عارف صراحة السؤال بس تمام، يعني اكيد اي لعيب بيبقى موجود في القائمة بيبقى موجود هنا في المغرب بيبقى يكون جاهز طبعا، دي الرؤية الفنية بتاعت الكوتش طبعا. احنا كلنا جاهزين، القائمة كلها الـ 24 اللي موجودين كلهم جاهزين، اي حد يكون موجود هيقدم دوره بشكل كويس جدا. برضو انتوا بتحبوا تتكلموا في الماضي، انا مش عارف ليه، احنا عندنا ماتش بكره تمام، واحنا كاسبين الماتش اللي فات تمام، يعني انا بدايه كلامي اصلا احنا نسينا الماتش اللي فات، انتوا بتفتكروا ماتش من سنه تمام، انا عندي ماتش بكره، الفرقه كلها مركزه ماتش بكره، ان شاء الله هنرجع بالكاس ان شاء الله. عارفين اغنيه عمرو دياب ما بلاش نتكلم في الماضي؟ محمد الشناوي ومارسيل كولر تعاملوا بكل ذكاء في الرد على كل الاستفسارات والأسئلة اللي كانت بشكل واضح موجهة في إطار الضغط الجماهيري، عشان كده بدأت حلقة النهاردة بالحديث عن فكرة الحضور الجماهيري، حضور رائع ومميز وبيدي شكل كارنفالي رائع لمركب محمد الخامس، ولكن الجمهور لن يلعب في المباراة، 11 لاعب قصاد 11 لاعب، وفي النهاية الكلمة الأخيرة للاعبين في أرضية الملعب.